اهلا وسهلا، وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. مساء الخير، مساء الفل، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بالف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي نهار جديد. كما قريتوا في العنوان اخر يوم قبل السفر، الحمد لله ربي باذن الله رايحين للبلاد واخيرا توحش دارنا. فباذن الله غدوه ان شاء الله نركبوا في الليل، غدوه نركبوا في الليل منا من اسيوط للقاهره. قررنا نروحوا طول منا للمطار، فبسكو معنا الاولاد ما يعني تشحطت وخلاص مع الاولاد، ما تقدريش تقعدي بهم في لوتيل ولا تخرجي بهم ولا والو. فمن غدوه ان شاء الله نركبوا غدوه 3 في الليل، نوصلوا الصباح بكري. الاربعاء عندنا الاربعاء بربي ان شاء الله الطياره، ان شاء الله يا ربي نوصلوا بخير ونشوف دارنا بخير يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله الايام القادمه راح تعرفوا كاين حوايج ثانيه راح تعرفوهم، مي ما رانيش باغيه نحكي عليهم دوكا، نخلي حتىن يصلحوا لي ان شاء الله، حتىن يثبتوا صح باش نقدر نحكي عليهم، باسكو مانيش حابه نحكي على حاجه من قبل. هكذا نهار ان شاء الله تصلح باذن الله. البنات دعوا لي ربي يسهل لي ونروح نشوف دارنا، توحشتهم يعني الحق. بعدت عليهم دوك راه عندي تقريبا واحد شهرين ونص والله، مي هكذا كنت توحشوا سورتو كي قعدت هذيك الفتره ولفتهم وهكذا كنت توحشوهم. انا قعدنا 3 سنين وقعدنا عامين وقعدنا مي هكذا كل غير اهلك تتوحشهم. باذن الله اليوم بارطاجي معكم نهار اليوم، باغي نخمل الدار، نلم الطابيات هذو كامل، يعني نلم كل شيء. يعني عندي اخت راجلي الكبيره الحق تاع ربي، كي نروح جيت تنظف الدار، تفتح التواقي، تنحي الغبره. مي هكذا قلت قبل ما نروح انا ثاني نخملها ونخليها نظيفه، ومن بعد هي ان شاء الله كي تولي تطلع غير تفتح التواقي هكذا، يعني باش الدار ما تقعدش وحدها. ثاني بغيت نقول لكم البنات بالنسبه لتاع السفاره، والله يعني ممكن هذا الامر يهم البنات، بالنسبه للاسعار راهي زادت بالنسبه لتاع الفيزا تاع الشهر رجعت 3900 جنيه. يعني الفيزا تاع شهر واحد اللي هو تدخل خلاص 1000 جنيه والاخرى 1600. بالنسبه للبطاقه القنصليه، البطاقه القنصليه راهي ما تخلصيش فيها دراهم، يعطيوها لك باطل. بالنسبه للباسبورات تاع الاولاد نورمالمون 900 جنيه، والكبار هذوك يوليو اكثر، تاع الاطفال هذوك راهي 900 جنيه. بالنسبه للطيران من هنا من مصر راهي قوط، راه غالي 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 غالي. ما عندي ما نقولكم، اللي عينها تحجز تقدر يحجزوا لها دارها متزير، يعني هذه تقدر نورمال عادي جدا. انا نهار رحت من قبل كيما نهار رحت مع ولادي، فكنت حاجزه انا متزايره وبعثوا لي ليبي هنايا وخلاص، فعادي جدا ما كان حتى مشكل. تقدروا تحجزوا متزاير وتحجزوا على طيران الجزائري، بس كل مصري راه نار. يعني ممكن تلقاي طيران الجزائري تخلصي فيه مثلا انت ولادك ممكن قادره تخلصي فيه 15 مليون، طيران المصري قادره تخلصي فيه 30 مليون عادي. راه الطيران المصري غالي غالي غالي، يعني اللي عينها تحجز تقدر تحجز منها الملهي، باسكو هنا راه غالي الدوبل. ممكن اللي تخلصي صح بلورو، مي شويه طيح لك هكذاك شويه، ماشي كيما هنايا. والطيران المصري ثاني راه غالي. نفيدكم بهذه المعلومه باسكو بزاف بنات يكتبوا لي في الانستغرام وعباكم نجاوب على قد ما نقدر ونرد على قد ما نقدر، فقلتها في الفيديو هكذا. هنا البنات اول حاجه كيما شفتوا خملت الدار، هاد الفوتي اصلا كنا مريحين عليه، اسما في اللي كي نكونوا نتفرجوا ولا نفتحوه، حنا نحبوا نفتحوه باش نديو راحتنا. لميت الدنيا، لميت الطابيات، خبيتهم كامل، قلت باش اصلا واحد ما يقعد في الدار، اسمع علاش نخليهم نرفدهم نخبيهم خير. اصلا الطابي هذا نظيف، شوفوا من نهار حطيته بقى نظيف، يعني استحفظت به مليح مليح. ميم تاع الصاله ثاني اللي حطاته تحت الطابله الكبيره، فهذا كان يوم قبل ما نسافروا. انا كملت الصالون، دوك نهز هذاك الطابي الابيض هذو نهزهم يعني باش ما يتوسخوش ويتملاو غير غبره. هذا مكان انا مزالت الصاله، شوفوا الصاله كيفاش راه، ها راه مفاليزه ديجا انا نوجدوا فيهم، نلموا في الحوايج، تسمى دوك نلم كامل الحوايج ومن بعد نفرزها. الدنيا ما عندي ما نقولكم راهي مرونه مرونه، وان شاء الله يا ربي تزوروا كامل مواليكم ان شاء الله اللي في الغربه، ان شاء الله يا ربي ميم اللي في الجزائر يعني اللي ما يروحوش ثاني بمده طويله ان شاء الله تزورهم. يعني مين تلقاي فرصه روحي زوري والديك، مين تجيك فرصه روحي زوري والديك، علاش لا؟ باسكو الايام اللي رانا فيها شوفوا كل يوم الموت ترفاد، الوقت اللي رانا فيه صعيب،
وكل ما تجيني فرصة نروح نزور والديا، علاش لا نروح ثاني نشبع بيهم. راكم شفتوا كانت حياتنا طبيعية خلاص ومن بعد ثمثم جات الكورونا، هذيك بعدتنا على والدينا. كاين حتى لحد الآن اللي مازالوا ما راحوش، يعني الوقت قلت لكم الوقت صعيب اللي رانا فيه، فاللي عنده فرصة علاش ما يستغلهاش ويروح يشوف والدي. كاين بزاف، انا بارطاجيت في الانستغرام قالوا لي بنات حنا رانا في الجزائر وما نروحوش نزور والدينا غير من العام العام، وانت راكي هكذا وراكي تزوريهم من شهرين ولا قعدتي شهرين ورجعتي ولا. شوفوا حتى انتم ما تقدروا تزوروا والديكم، علاش تخليو زعما من العام ولا اذا عندكم فرصه علاش تخليو من العام ولا عامين باش تروحوا تزوروهم، على بالنا باللي الطريق طويله والطريق هكذا. حتى حنا شوفوا الطريق طويله وكل شيء، مي الواحد كي يلقى الفرصه علاش ما يروحش يزور والدي؟ وان شاء الله ربي يرزق كل واحد، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله كل واحد يشوف مالي، ان شاء الله كل واحد يزور بلاده ان شاء الله. كيما انا الحمد لله يا ربي مع اهل زوجي مديار ضايتهم، ومع اهلي ثاني مديار ضايتهم، ولو كان زوجي ما شافنيش باللي راني يعني عادله منه ومنه، لو كان ما يديرش كامل هذا الشيء ما شاء الله. وثاني دوكا كي يبداو الوليدات يقراو والواحد يصطالي خلاص ما عنده وين يولي يروح غير من عطله لعطله. اسمع دوكا كي عادوا الاولاد صغار ما يقراوش. كملت هنا شويه دوكا لبست حوايجي، لقيت غير هذه بس قشي كامل خبيته، لقيت هذه لبستها وخلاص ما لقيت، يعني شويه سخانه مي معليش. دوكا راح نشري شويه حوايج، شويه حوايج بقاو لي والولاد يعني، بعد ان شاء الله نولي ونروحوا باش نبداو نلموا الفاليزات نغلفوهم ان شاء الله غدوه هكذا ما يكون عندنا والو. انا كنت باغي ندير لكم جوله خفيفه ظريفه، انا اصلا هذا المحل كنت صورته في القاهره ما بارطاجيتوش معاكم. كي رحنا ثاني شريت شويه حوايج اكسسوارات لاختي، عندي اختي قل مني تحب هاد الحوايج، ثاني كانوا خاصني انا شويه حوايج، ونحب خصوصا هاد المحلات اللي هنايا سما يبيعوا باسعار مليحه مليحه بزاف، وتلقاي عندهم كل شيء. يعني شوفوا كاين نفسهم عندنا في اسيوط، مي هذو تلقاي الاسعار تاعهم مليحه يعني خير من عندنا في اسيوط. فكانوا خاصيني شويه حوايج، وشريت شويه ثاني حوايج لخواتاتي البنات، وشريت ثاني الماما، يعني من استغل الفرصه نشري لهم هكذا حاجه حاجه نقول كي نروح نديها لهم. شريت انا هذه بالنسبه ليا لا ماشي هذه وحده كيفها برك مي تشبه لها هكذا، وثاني شريت لاختي رحيل من هذو. انا هذو ما يعجبونيش بزاف بس كنحسهم هكذا شويه الوانهم غنتقين، ودوك تشوفوا انا واش جبت نوريكم ثاني حوايج بزاف بزاف عيلين. شوفوا دوكا انا ني وصلت باش راني ندير لكم مونتاج غدوه بربي ان شاء الله، نحط لكم لا فيديو اللي كي وصلت فيها، نحط لكم ردت فعل ماما واش فرحت مسكينه. ماما اصلا يعني من العام اللي فات تمر بواحد الحاله نفسيه بالك راكم تشوفوا فيها في لي فيديو ما متحبش تبين بزاف، فوالله العظيم غير ربي يعلم راهي تمر بواحد الحاله نفسيه حاله. انا اصلا العام اللي فات اللي كنت قاعده شوفوا صراحه كنا صح نخدموا، من الاكثر يا كنت قاعده على جلع باسكو انا عندي ماما ما نقدرش اصلا نروح ونخليها في هذيك الحاله، حتى وما كانتش انا اصلا كنت قاعده على جلع الخدمه، مي حتى وما كانتش عندي هذيك الخدمه نقدر نقعد معاها مادام راجلي سامح لي وراضي عليا، فالحمد لله يا ربي عندي اللي مساندني خلاص فهمتوا. فالحد الان يعني مازال هات، وكي شافتني جايه فرحت بزاف بزاف باسكو على بالي بلي انا اللي كنت منحيه هكذا عليها شويه ذيك تروح ذيك الخاطر، كي كنت قاعده معاها هكذا شويه نلهيها نخرجوا منا نحوسوا منا. وراه ماشي غير مشكل وفات باباها ولا بالك الناس تقول بلي ملي مات باباها مسكينه راهي هكذا ولا لا لا البنات، شوفوا كل واحد عنده حاجه في قلبه، كل واحد عنده حوايج في قلبه، ومشي لازم كل شيء نخرجوا نحكيه في اليوتيوب ولا كل شيء. فكل واحد راه عنده يعني كيما يقول لك احنا هنا كي نصوروا انا نصور لكم حاجه فيها طاقه ايجابيه نعطيكم هكذا، ما نجيش انا نحكي لكم مثلا مشاكلنا الشخصيه هكذا يسولي قناه ما على باليش شحال، وانا ما نحبش هذا الحوايج خلاص انا زعما باش نخرج نحكي اي منا اي منا، لا 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 انا نصور لكم فقط لي فلوغ الروتينات حوايج كيما هكذا، مي ذوك زعما الحوايج الداخليه انا ما نحبش بارطاجي حياتي هذه. وحياتنا ما راهيش كامل كيما كتشوف فيها زعما في لي فلوغ وفي الفيديوهات، باسكو انا حياتي مثلا في النهار نصور لكم 15 دقيقه 18 دقيقه هذا ما كان، وندير له انا المونتاج يعني نصور لكم واش راني اهني حابه ونقطع واش راني حابه انا باش نحطو لكم فهمتوا. وحنا يوم فيه قدا شحال 24 ساعه، اسمع انا مش نصور لكم في 24 ساعه ل 24 ساعه، وتبقى كل واحد وحياته. حنا شوفوا ناس كيفنا كيفكم، كيما راكم تعيشوا نتوما كيما انا عايشين حنا هذا ما كان. فهذا هذه في اسيوط، هذه قبل يوم الاخر، هذا المقطع اللي صورته لكم يعني كان قبل، وهذا كان نفس اليوم اللي كنا خرجنا فيه كيما قلت لكم.
معاكم راني خارجه بعد ما قضينا حوايجنا جينا هنا نقعدوا شويه نريحوا انا ومحمود الراس بالراس. شربنا هو طلب افوكادو وانا طلبت هذا كيت كات. كيت كات بارد يا شوفوا يهبل يهبل. هنا بعد ما روحت كنت خدمت بيتزا باسكو سيلفي صغير يموت على البيتزا كان طلب مني بيتزا قبل ما نروح فما حبيتش نكسر بخاطره ولا قلت له ما يكون غير خاطرك ندير لك بيتزا. فدرت له بيتزا هذه مي ما صورت لكمش الطريقه بالتفصيل ما كانش عندي الوقت اصلا ولا فغير عجنتها ثم كملتها والفرماج هذا اللي كان باقي لي من اللي جبته معايا من رمضان كان باقي لي استعملته وجات بزاف بزاف بنينه. اذا عجبتكم باذن الله كاش نهار ان شاء الله نبارطاجيها معكم ما دامني عند دارنا ان شاء الله نبارطاجيها معكم. وكنت نتفرج في هذو تاع باربي شكون يشفع عليهم كي كنا صغار تقريبا الوحده ساعتين كانوا يبداو ونبقاو نتفرجوا فيهم. كنت نتفرج فيهم كانت معايا جوري نتفرج وراني نخدم على بالك تنحي لي ذيك الخاطر وما نحسش بهذاك الوقت خلاص خلاص. هنا بعد ما كانت طابت وقسمتها شوفوا كيف جات ما شاء الله شاهدكم في الجنة إن شاء الله. ونقول لكم شكرا بزاف بزاف للدعم تاعكم ما تساوش ديروا لي لايك على الفيديو إذا عجبكم طبعا وابوني للقناة. ونقول لكم ذكرت الله في روحكم تلقى إن شاء الله في الفيديو الجاي بسلامة.